بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وإخواني في الله، للموت الذي قد حدث كثيرا بين الناس سواء بكورونا أو غير كورونا، تعالوا في هذه الدقائق نتوجه إلى الله رب العالمين أن يغفر لهؤلاء يا أحباب إخواني. تعالوا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا بجوده ورحمه برحمته. اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم يا رب الأرباب ويا كريم يا متعال، نسألك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإنعام أن ترحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم يا رب العالمين. اللهم قهم عذابك وعذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظة يا ربي أن تنزل عليهم يا أرحم الراحمين من سوحات رحمتك ومن جودك وكرمك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم نزلوا في رحابك وأنا أخو يا رب العالمين في جودك وكرمك، فنسألك يا رب أن تتجاوز عن سيئاتهم وأن تغفر لهم وأن تجعلهم يا أرحم الراحمين في أعلى عليين، وأن تغفر لهم ما مضى يا أكرم الأكرمين. يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بجودك وكرمك يا رب. اللهم إنهم نزلوا ضيفانا عندك وأنت الكريم المتعال، فاغفر لهم يا ربي، فاغفر لهم يا ربي. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، واغفر لنا إذا ما سرنا إلى ما صاروا إليه، واغفر للمسلمين والمسلمات يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم وبارك وزاد على سيدنا رسول الله، والحمد لله رب العالمين.